الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا طاهرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ربنا وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والحمد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك ذا الجد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا طاهرا إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم وأبارك على خير خلق الله أجمعين، محمد اليتيم ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد عدد الأوراق على الأشجار، وعدد الأسماك في البحار والأنهار، وعدد قطر الأمطار وحبات الرمال. وصلي وسلم وبارك على محمد ما جن ليل وطلع علينا نهار. تحية طيبة مباركة مشاهدي الكرام، وهذا برنامج القرآن دواء وشفاء، يقدمه لكم محمد جدلة. هذا البرنامج سعيت مرارا وتكرارا لعمله لتوضيح بعض الحقائق الغائبة عنا ببعدنا عن دين ربنا في القرآن الكريم من أسرار، وننذر من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. إذن بنص كتاب الله وكلام الله عز وجل، القرآن فيه شفاء ورحمة من الله سبحانه وتعالى. إعجاز القرآن يظهر إلى يومنا هذا، الطب الحديث والمستشرقين، وإلى الآن آيات القرآن ما زالت تبرز علينا وأسراره وكنوزه. فسعيت بفضل الله عز وجل وبعد إلحاح على شيخنا الفاضل عبد السلام الضوي أنه يظهر في الإعلام، لأنه مش محبي الظهور ولا محبي يعني الإعلام. ألححت عليه مرارا وتكرارا وشهور وأسابيع، ولما أخذنا القرار بفضل الله عز وجل أحببت أن أنفع به المثقفين والفاهمين والعالمين والدارسين وكل من أراد أن يعلم معلومة حقيقة عن باب من أبواب القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى ذكره مرض خطير جدا 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 جدا، مستشري كالنار في الهشيم في مجتمعاتنا. فرق بين الزوجة وزوجها، فرق بين الأب وأبنائه، فرق بين الأم وأخواتها وبناتها، أفسد البيوت، دمر الشباب، دمر الأزكياء، ألا وهو السحر. هذا بنص كلام الله جل وعلا. هناك سحر وهناك حسد وهناك قرآن يتلى إلى يوم الدين يثبت صحة ما أقول. فلا نضع رؤوسنا في التراب والرمال كالنعام، بل وجب علينا أن نسعى لإظهار بعض الحقائق عن بعض من لديهم علم في هذا المجال، يحدثنا ونستمع ونحترم الرأي والرأي الآخر، ولا نحارب أحدا ولا نحارب فكرا، وإنما باعتدال وبتوسط أحببت أن أخوض في هذا البحر نستفيد مع بعضنا. وحتى لا أطيل على مسامح حضراتكم، عايزين نستفيد طبعا من وجود الشيخ عبد السلام الضوي معانا. هنبدأ معاه. اولا بنرحب بيك يا شيخ عبد السلام، واشكر حضرتك على يعني تلبيه الدعوه، بالرغم ان انا الححت كثير عليك ان انت تظهر معانا في برنامج، لان انا ما كنتش حابب اعمل اي برنامج غير برنامج فيه نفع حقيقي للناس ورساله تصل في حته الناس كلها يعني في تضليل فيها وفي فيها مشاكل كتير جدا، وفي ناس اساسا مش مقتنعه بهذه الامور مع انه كلام رب العالمين مذكور في القران. فكان لابد من توضيح الامر للراي العام في الداخل والخارج في هذا الأمر. أولا بعد ترحيبنا بحضرتك طبعا، ونشكر حضرتك على تلبية الدعوة. وسهلا بيك وسهلا مشاهدين. تفضل. السؤال الأول، ما هو المس؟ احنا بنسمع فيه يقول لك مس، عنده مس. ما هو المس وما هو السحر؟ وما هي أنواع المس وما هي أنواع السحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا يشرفني أن أكون معكم النهاردة إن شاء الله ومع السادة المشاهدين، بحيث أن أطلعهم على أمر مهم لازم الناس برضو يكون عندها فكرة بيه، لأن مضللينه كتير وللأسف
أصبح الساحة في طبعا دجالين كتير ونصابين كتير وصحرة كتير، وللأسف بيستنزفوا الناس ماديا وجسديا ومعنويا. طبعا بداية على سؤالك، ما هو المس وما هو السحر؟ المس ده شيء بطبيعته سهل جدا يصيب أي حد، لأن ممكن الواحد في حالات كتير، أي إنسان في حالات كتير ممكن يتمس. أولا في حالة الغضب الشديد ممكن يمس من الشيطان، شيطان يتسلط على الجسد داخل الجسد أو خارج الجسد يتسلط عليه، إما لحظة بكاء شديدة في حزن شديد، خاصة لما يكون الإنسان جالس في أركان مبنى منزل أيا كان، يبعد عن الأماكن، لو بيبكي يبعد عن الأركان بتاعت البيت، لأن دايما أركان البيت دي دايما بيسكنها الجان، فنبعد عنها لأن دي برضه تصيب المس. الوقوف أمام المرآة خاصة للنساء، وكنت ذكرت قبل كده برضه في حلقات قبل كده كنت طلعت فيها طبعا سابقة، المرنة ينهى النساء على الوقوف أمام المرآة إلا للضرورة القصوى، في حالة إذا كان واحدة بتظبط المكياج بتاعها، بتظبط الطرحة بتاعتها، بتشوف مثلا وجهها وهي بتقف أمام المرآة دايما في ذكر الله عشان نتجنب مس الشيطان. كذلك في جزئية العين والحسد، هي دي هي هو مس، ولكن بنقول عين وحسد، طالما العين أصابت فهو إنسان خلاص أصيب بالمس، شيطان أصاب الجسد من داخل الجسد أو خارج الجسد، فأصبح خلاص برضو يعتبر مس. العين والحسد هي اسمها عين وحسد، ذكر بهذا الوضع الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قال لك العين والحسد ومن شر حاسين إذا حسد، لكن هي في مضمونها تعتبر برضو مس، دي بتيجي بدون تكليف. ولكن بقى السحر هنا هو ده اللي بنقول عليه بيجي بتكليف، بمعنى ان ساحر بيكلف او يوكل جان ان هو يتسلط على شخص ما بحيث ان هو يأذيه في ماله، يأذيه في صحته، يأذيه في علاقته الزوجية بزوجته بأهله بناسه، يعني بتكليف من انس الى جن. وهل الجن ليه تأثير على يقدر يعمل الكلام ده؟ طبعا ليه تأثير، يعني يقدر ان بتكليف من ساحر او كاهن طبعا ان هو يؤذي انسان فعلا. هو ربنا ذكر في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تمام، نيجي نقطة تانية، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني في سحر طيب وفي تسلط ولكن باذن الله. طيب بعض المشاهدين، طبعا الاسحار دي موجوده في كل الكتب السماويه اتكلمت عليها. نعم. بعض المشاهدين دلوقتي والاسحار دي موجوده في دول ما لهاش علاقه خالص بالديانات، يعني الاسحار دي موجوده، الاسحار دي من قديم الازل، من قديم نعم الازل. نعم. ففي مستمع دلوقتي ممكن يقول لك طب هو ربنا بيقول وما هم بيضرنا به من احد الا باذن الله، طب هو ربنا يضرني ليه؟ لا اله الا الله. او ربنا يجعل النهارده ان الساحر دوت يكون سبب في انه يضرني ليه مثلا؟ ده سؤال ممكن يتسأل حضرتك برضو. انا لا. انا يعني حضرتك انا معاك، انا معاك واستاذنا وبنتعلم منك. انا معاك فضل. انا معاك. هو ربنا وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما بيظلمش حد، ولكن سبحان الله رب ضارة نافعة، ربما ربنا بيبتليك بشيء، ربما بيختبرك بيه، شوفك هتصبر او لا تقنط. اما بيختبرك بيكفر عنك ذنب ما انت مش حاسس بيه بيكفره عنك في دنيتك، اما بربنا عايز يسمع صوتك تتقرب ليه لما تصاب بالاذى وتبدا تتقرب لله سبحانه وتعالى وتبدا تذكر ربنا وتتقرب في العباده والصلاه والذكر والصيام و و و و فهي حكمه يعلمها الله، فما تقولش ليه، دي بتاعت الله سبحانه وتعالى، ولكن وما ربك بظلام للعبيد. يبقى اذا النهارده الموضوع اسف بس من حضراتكم، الموضوع يعتبر ان ابتلاء من ربنا طبعا، يعني حضرتك عايز ده تقول ابتلاء. ان حاجه زي كده بيبقى ابتلاء له حكمه حكمه في مصلحه العبد. حكمه في مصلحه العبد. تمام، في مصلحه العبد. يعني هو الموضوع بيبقى ابتلاء من رب العالمين. أكيد. في هذا الامر يعني اكيد. نعم نعم نعم. طيب سؤال حضرتك بقى دلوقتي، احنا قلنا المس وانواعه، المس ما ذكرناش انواعه. اتفضل كمل كلامك. ما ذكرناش انواع المس. انواع المس ان في قلنا المس اللي هو المس اللي قلنا يجي بدايه مس عادي، وبعد كده مع الوقت
إذا طال عليه الأمد في الجسد أو مع الشخص بينقلب إلى مس عاشق، وهذا من أسوأ أنواع المس، وبنسبة 70% من النساء بالأخص مصابين بالمس العاشق. والمس العاشق ده في اتصال بس معانا حضرتك. تفضل. اتفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، معاك الشيخ على الهوا. اتفضلي يا فندم. أيوة أيوة سمحت، أنا بعاني بقالي فترة عفوا يعني الخوف كده، ببقى خايفه وبشوف كتير، قالوا لي انت عندك فيش، وبعد كده عملت مناظير وعملت ساعات، وكل يقول لي انت ما عندكيش حاجه، انت عندك شويه التهابات في المعده، وعندي مشكله على طول ان انا تعبانه، وان انا هموت، وان انا عندي مرض حسي، وعلى طول حاسه ان انا داخل مش مت... يعني مش يعني مش الجواز بتاعي على طول دايس كده يعني، وعلى طول جسمي همدان وكده، عايزه اعمل ايه؟ وعايزاك تفيدني حضرتك، عايزه اعرف هو العلاج ده علاج ولا انا صرت مسكونه ولا ايه؟ اولا مع احترامي ليكي بس معلش ممكن تجاوبيني، حضرتك انت رحت الاطباء ودكاتره وعرضت نفسه وعملت فحوصات، الفحوصات اثبتت ان انت مريضه ولا ما فيش مرض مع سعادتك؟ لا ما عنديش مرض، كل اللي حاجات طبيعيه، انت عندك حاجه خلل ربما يكون الموضوع نفسي، يعني عرضت نفسي على اطباء البطن والصدر وخلاف والقلب وهكذا، اعرض نفسي على دكتور نفساني، اذا الدكتور نفساني شخص الحاله واعطاني الادويه ومشيت عليها ما جابتش نتيجه، اذا في الحاله دي اقدر اقول لك ابداي اتجهي الى معالج بالقران الكريم يبدا يرقيكي ويقرا عليكي كي يستنتج اذا كان معاكي اذى او من عدمه. ولكن ناخد الامور بالمراحل تدريجيا. نبدا بالطب حضرتك. الاول حضرتك انا رحت للدكتور قبل كده وقالوا عليا وقالوا لي انت عندك كشف. بصي بصي لو سمحت معلش مع احترامي ليكي، المجال ده ناس كتير داخله فيه وكله بيدعي ان هو بيعالج وكله بيدعي ان هو راقي وكله بيدعي ان هو شيخ وكله بيدعي ان هو بيفهم في العلاج، ولكن للاسف في فرق بين المعالج والراقي يا ماما عشان برضه نكون في الصوره مع بعضينا. في ناس كتير ما لهاش في هذا المجال للاسف، وبتضلل الناس مش اكتر، بتحبطهم وبتزيدهم احباط، وبالاسف في الاخر الناس بتحبط ما بتلجاش العلاج، بيفقدوا الثقه في كل الشيوخ او كل الرقاه، بقول لك لا كل الناس اصلا كذابين. يعني حضرتك عايز توضح ان الاول ناخد اسباب كناحيه طبيه نعم. علاجيه نعم. وبعد كده كناحيه نفسيه نعم. وبعد كده لو ما فيش الموضوع لا عضوي ولا نفسي يبقى نتجه لحد يكون محترم او حد يكون ذو سمعه طيبه في العلاج بالقران بالزبط. او معالج معروف. وفي نقطه برضو نتكلم فيها، بيبقى دايما الانسان اللي معاه مس او معاه سحر بيبقى في اعراض يا جماعه، في اعراض في اليقظه واعراض في المنام. ما هي الاعراض؟ اعراض المنام لما يكون الانسان مسحور او ممسوس يحلم ان في عفوا كلاب بتجري وراه، قطط، تعابين، مقابر، اموات، بيحلم ان في رياح شديده مثلا لو السحر معلق، رياح شديده بتهز الاشجار والنخيل، بيحلم عفوا ان هو مثلا بيعوم في بحر مش عارف يطلع منه اذا كان سحره مرمي في مياه، في بحار، في محيطات. كذلك برضو في اليقظه بيحلم عفوا في اليقظه بيحس في ثقل على اكتافه وتكسير في الرقبه من الخلف، الام في الفقرات القطنيه باستمرار، خنقه ضيق وخنقه بالصدر تتزامن مع دخول الليل وتزيد مع دخول الليل. دي من ضمن اعراض السحر. ثقل في الارجل لو السحر مرشوش، دايما الانسان يحس ان رجليه ثقيله كان في اكياس رمل معلقه بيها. ففي الحاله دي اقول لا دي ممكن دي اعراض ممكن نشخصها في اذى معاه. كذلك برضو العين ليها اعراض، وكذلك المس ليه اعراض. طبعا انا عشان بس مش عايز اسمع عشان برضو لو حد هيتدخل تاني في مكالمات برضو يبقى يديله فرصه بس مش اكتر. يبقى حضرتك تشوفي الاول دكتور نفسي وبعد كده تتوجهي لاحد المعالجين المعروفين او اللي يعني في ثقه واهل ثقه ليه، وممكن برضو الارقام بتاعتك. شكرا. نرجع تاني لحضرتك فضيله الشيخ، الموضوع ده بحر لا ساحل له وقطب لا غوص له، موضوع كبير جدا واحنا عايزين واحنا عايزين في عالم السحر. لا ده كمان في حضرتك دلوقتي يعني انتشار فظيع وايذاء غير عادي في المجتمعات بسبب يعني من يقومون بهذه الافعال الشيطانيه لايذاء الناس. نعم. طيب السؤال النهارده حضرتك، ما الفرق بين المعالج والراقي والساحر والدجال في عجاله؟ الراقي اي شخص ممكن يكون راقي طالما هو حافظ لآيات الرقية أو ما تيسر لهم القرآن الكريم هو أصبح راقي. يستطيع أن يرقي
أي شخص، ولكن لا يستطيع أن يساقص الأذى الموجود بالجسد، إن كان مس أو سحر أو عين أو حسد أو إذا كان مرض نفسي. ما هو ممكن يكون مرض نفسي وأعراض المرض النفسي بتتشابه مع أعراض السحر والمس. لازم يكون المعالج حاذق في هذا الأمر، ولذلك بنفضل يكون معالج وليس راقي. أما المعالج فده ربنا أفاض عليه من علمه وبيتواكب مع الجديد كل يوم، لأن كل يوم في جديد في السحر وكل يوم السحرة بيعملوا جديد. يعني ممكن دلوقتي واحد يتسحر بسلام الإيد، مجرد يسلم عليك كده يسحرك وعمل السحر على إيده، ممكن بشريحة التليفون يعملك سحر على شريحة التليفون. فخلاص السحر مش زي الأول، لا ده دلوقتي في كل يوم في جديد، في تكنولوجي. زي ما الحياة بتتطور برضو الأسحار بتتطور مش على قديمها. فلازم يكون معالج فاهم إيه اللي بيحصل، كل يوم بيتطور، كل يوم السحر بيتطور، لازم هو برضو يطور من نفسه ويعلم يعرف إيه الأسباب اللي إيه الجديد في عالم السحر عشان يقدر يواكب ويقدر يحل. الفرق بين الساحر والدجال، الدجال بقى الدجال ده بينصب على الناس، هو لا ساحر ولا له في السحر ولا بيقدر يستقطب شياطين يتعامل بيها او يؤذي بيها، ولكن بينصب على الناس ان هو راجل عنده مقدره ان هو يعمل ويسوي ويسحر ويشيل ويحط ويودي ويجيب، هو بينصب على الناس نصب مش اكتر ولا اقل. اما الساحر ده شخص كفر بالله، لان السحر السبع الموبقات، طالما وصل لمرحله السحر فهو كفر بالله واشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى عراف من اتى عراف حبط عمله 40 يوما. من الاقصر، اهلا وسهلا يا استاذ رجب. اهل الاقصر عليكم السلام. اتفضل اتفضل معاك الشيخ. انا بحييك وبحيي فضيله الشيخ وبحيي فريق اعداد محترم الله يعزك وصحه وجمال ومشاهدين جمال والله يسعدك الله يعزك. وانا احيي اهل الاقصر كلهم، ويعني لطالما زرت الاقصر وناسها طيبين بالفطره، ربنا يبارك في الاقصر جميعها يا رب. الله يبارك فيك. بالنسبه للسحر والحسد، فعل ولا حقيقه؟ فضيله الشيخ مع حضرتك. سيدي الفاضل، سيدي الفاضل. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي شيء ذكر الله سبحانه وتعالى لا يجوز تكذيبه، لو كذبنا ما ذكر الله في الكتب السماوية حاشا لله، مش هقدر أقول عليك أكثر من كده. يبقى يا شيخ يبقى فيه سحر أكيد وفيه حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. طيب إزاي أعرف المعالج الحقيقي؟ أنا رحت لواحد 4 سنين ما بطلعش من البيت. نعم. رحت لواحد شيخ قال أنا ممكن أبعت لك خادم يكذب عليك وهيعالجك وآخد مبلغ كذا وكذا. واتضحك عليا، يعني فعلا اتضحك عليا وأنا عامله شيخ ثلاث. ما هو ده الدجال، ده الدجال اللي بنتكلم عنه دلوقتي يا سيدي الفاضل. ما انا عايز اعرفهم سيادتك من بعض. احنا هنا ناس غرابه في الصعيد ما بنعرفش، يعني الواحد بيتعلق بغشايه. على فكره انا بنزل عندكم في الصعيد، وبنزل في اسنا، باخد بال 10 و15 يوم بعالج ناس وبرجع، بس بقى لي فتره من ساعه الكوره ما نزلتش. طب يا ريت خد رقم تليفوني، انا قاعد راجع في البيت، انا في محطه اسنا. انت خد مع احترامي خد تليفوني من الكنترول ان شاء الله، وتابعني، وانا لو نزلت اسنا عينيا ليك. حاضر. الرقم موجود على الشاشه يا فندم. الرقم موجود على الشاشه. الفرق بين المعالج والدجال، المعالج هو يقرا كتاب الله وايات الله وبيحل مشاكل السحر والمس والعين والحسد بما ذكر في كتاب الله. كتاب الله كله اسرار، وكل ايه من كتاب الله بتحل مشكله، ولكن لمن يفقه ذلك من العلماء والعقلاء والمعالجين. كتاب الله كله شفاء، ولكن لازم المعالج يبقى عارف الآية دي بتعالج إيه، والآية دي بتعالج إيه، والصورة دي بتعالج إيه، والصورة دي بتتعامل مع أني جن من أنواع الجن، كل جن ليه لون، وكل لون بيحرق بصورة معينة من آيات القرآن الكريم. مش مجرد إن أنا أقرأ الفرق أو الناس هتلاقي كل حاجة في القرآن كله أسرار. طيب سؤال عشان وقتنا يا فضيلة الشيخ، نستفيد من حضرتك أكتر إن شاء الله، ونلتقي بإذن الله في الأسابيع القادمة، وأنا عارف إن الموضوع كبير جدا. سؤال تاني حضرتك دلوقتي، بالنسبة للناس اللي أنت ممكن مجرد ما تكلمه في التليفون او يشوف لك صوره او يشوفك وجها لوجه يسرد لك تاريخ حياتك الماضي وجزء من الطالع،
وما هي يعني هنسميه اسم من يصدق هؤلاء؟ يعني عايزين الاول نشوف الجزئيه الاول من السؤال، لانه سؤال ذو شقين. الناس اللي بتسرد التاريخ اللي فات دوت، وممكن يقول لك جزء من الطالع، ايه الناس دي بتعمل ايه بالظبط؟ هو ما هو؟ اتفضل. واسم من يصدق هؤلاء. سيدي الفاضل، بغض النظر عن اسم من يصدق هؤلاء، أنا بس لازم أشرح للسادة المشاهدين عشان يفهموا، عشان ما حدش يتلاعب بيهم بأفكارهم بعقليتهم. أي شخص يجي يسرد لك حياتك الماضية، مجرد ما تكلم معاه في التليفون يقول لك أيوه أنت كذا، وعندك زوجتك فلانة، وعندك ثلاث أولاد، وعندك وعندك وعندك، وفي حياتك في سر كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. كلنا بنقول الله أكبر، ده راجل مكشوف عنه الحجاب، ده عارف كل حاجة. تمام. لا يا سيدي الفاضل، هو ده مجرد ساحر لديه شياطين. الشياطين جاي عشان معنا دي على الخير. اما الشياطين بيبعتهم لقرينك، يعرف من قرينك كل حاجه بالشيطان ده، ويرجع الشيطان يقول له ده القرين بتاعه بيقول كذا 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 كذا، لان قرينك معاك هو اللي مناسبك وعارف عنك كل حاجه، فيبدا يسرد له كل اللي قاله القرين ويحكي كل تاريخ حياتك. لكن اللي جاي المستقبل صعب يتنبأ بيه احد. لا وده وده, وده يكون بيسبب اذى اكتر لكل اللي بيتعامل معاه. اكيد طبعا. انا بشكر حضرتك شكر جزيلا على تلبيه الدعوه، وان ان شاء الله ما تحرمناش باذن الله تعالى، انت كما وعدتني احنا مع بعض كذا لقاء ان شاء رب العالمين ان شاء الله كل ثلاثة لبيان لبيان يعني امور كثيره مخفيه علينا جميعا ان شاء الله. ويعني طبعا حضرتك قيمه وقامه، شرفنا بحضرتك. الله يعزك. ونلتقي باذن الله تعالى في الاسبوع القادم بنفس الميعاد. وجزاكم الله خيرا مشاهدي الكرام لحسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.